آه يا ولاد أبو الهنا، ألف رحمة ونور، عاشتوني. أنت إيه اللي رجعك تاني بعد السنين دي كلها؟ يعني إحنا قسمنا كل حاجة في القصر ده عشان أخلص من خلقتك أنت وعيالك. يبقى الحال على ما هو عليه لحد ما نشوف مين فينا اللي هتزهق. سور برلين. عم بليغ رجع من الصف. دي حكايتك. انت في حد مهددك بحاجه؟ انا قلت له بلاش يا مدحت. وانا ههدكوا انتوا الاثنين. ده احنا نتهان جامد. تفتكري يا ماما هلحق اتخطب او اتجوز في الكام ساعه اللي جايين دول؟ كل ما اقرب من الحقيقه اتبرجل، الدنيا تتهزم تحت رجلي. خايف اقمقمش. انا جاي اخطبك لجوزي. انا اتجوز جوازها زي دي؟ طب ده جابوا لي بليغ في اول عيد ميلاد ليا واحنا مع بعض، بس كنت كل ما بتضايق منه كنت بجيب سكينه واقعد اضرب الدبدوب. سافرت بره تدور على الكنز وهو مدفون تحت بيتك. ما هو ده اللي عايزه بليغ، عايز يولع الدنيا. احنا مفيش بيننا وبينكم غير السور ده. لو حد بس شعر من واحد فيهم مش هيبقى بالسهل. عايزين يطردوني من بيت ابويا. ريحتك بعمك فشل من المطار يا رحوم. لو جيت ناحيه ولاء تاني انا مش هسيب فيك سنتي سليم. اللي عنده معزه يبقى يلمها. تعالي هنا. حرام عليك اللي بتعمله في البنت دي، بقت كتله عقد نفسيه ماشيه في الشارع كله بسببك. تعالي رجعت المكتب. تصرفاتك بالظبط زي مرات عمك. بيبو. ايه قلالات الادب. طيب يا ولاد ابو الهنا، افتكروا بقى انكم بتجروني الحرب، مش عايز اخش. راجعين يا هوا في رمضان على قناة مصر الأولى.